الكتمة اللي معايا دي بمجرد ما هتاخديها قبل النوم هتلاقي بطنك بتنزل بشكل فعال لدرجة ان الكل هيسألك انت خسيتي ازاي وبطنك نزلت كده ازاي. جوانبك اردافك هتخلي بطنك منحوتة فعالة جدا جدا لتخسيس البطن وازالة الكرش بشكل سريع جدا. كمان احلى حاجة فيها ان هي بتعالج لك كسل الغدة، وكمان بتحرق الدهون اسفل البطن بعد الولادة القيصرية، وكمان بتحسن من جمال بشرتك وبتخلي بشرتك نضرة، وكمان بتحسن من جمال شعرك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا باخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم ميه من قناه وصفات سحريه مع ميه، جايبه لكم النهارده ان شاء الله حاجه كده حلوه جدا 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 طبيعيه 100% لتخسيس البطن وازاله الدهون المتراكمه عندك في اسفل البطن، ازاله الدهون بعد الولاده القيصريه، شد الترهلات بشكل فعال جدا. كمان احلى حاجه فيها ان هي بتدعمك بالطاقه وبالحيويه وبتشلك اي دهون مخزنه وكمان الميه الزايده. وكمان هعمل معاكم كمان وصفة حلوة جدا جدا لشد ترهلات البطن والجسم كله ان شاء الله والكرمشة اللي بتكون في الجسم. لو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك الاحمر وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، لايك للفيديو فضلا وليس امر. اول حاجة هنبدأ ان احنا نجيب معايا هنا حبة واحدة بس من الخيار. طبعا الخيار غني عن التعريف في التخسيس وإزالة الدهون، كمان مشبع جدا جدا، كمان بينقي الجسم من السموم. هناخد حبة واحدة بس زي ما انت شايفة بالشكل كده من الخيار. هبدأ بقى اعمل ايه في الخيارة بتاعتي؟ هبدأ ان انا ابشرها في المبشرة بالشكل ده كده، طبعا الخيار بالشكل ده. بعد ما بشرنا حبة الخيار هبدأ اجيب معايا هنا اي برطمان، اي حاجة تقدري ان انت تحطي فيها لتر واحد من المية، تمام؟ يعني بحجم لتر من المية. وهبدأ ان انا اجيب الخيار بتاعي المبشور ده وهبدأ ان انا اخده واحطه جوه البرطمان بتاعي من غير ما اعصره بالقشور بكل حاجة، وهو مبشور بالشكل ده. ده افضل بكتير جدا جدا من ان انت تحطيه قطع، لا احنا نبشره افضل بكتير بالشكل ده. وهبدأ ان انا اخد حبة واحدة بس كده من الليمون بالشكل ده كده، وهبدأ ان انا اقطع الليمون بتاعي ده كده اهو. طبعا زي ما بقول كل مرة، الليمون مفيد جدا جدا بقشوره، بالبذر بتاعه، بكل حاجة، بكل تفاصيله، بينقي الجسم من السموم، كمان بيحرق الدهون جدا جدا، وبيبقى ليه فعالية حلوة قوي في اضافة لأي وصفة تخسيس. قطعنا قطع الليمون بالشكل ده كده، قطع صغيرة، هي ليمونة واحدة بس وخيارية، يعني الخيار والليمون موجود عندك وموجود في كل بيت، تمام. الحفنة الرهيبة بقى بتاعتي، الحفنة الممتازة اللي انت بجد مش هتبقي متخيلة هي معجزة قد ايه وكنز رباني فعلا للتخسيس، لتخسيس البطن، بيعالج لك كسل الغدة، بيذوب الدهون عن طريق الاخراج، فظيعة. وهي عشبة الشبت، وطبعا ليها اسامي اكتبوها في الكومنتات اللي يعرف، جزاكم الله خيرا. عشبة الشبت يا بنات رهيبة وفظيعة للتخسيس ونزول البطن، وكمان بيشيل المية الزايدة اللي بتكون في الجسم، وبتحسن جدا جدا كمان من جمال البشرة وصحة الشعر. الناس كمان اللي بتعاني من تساقط الشعر ده هيديكي فيتامينات جميلة جدا جدا هيحتاجها شعرك وهيحتاجها بشرتك. هبدأ ان انا اخد حفنة كده كويسة كده من الشبت، تمام، وهبدأ ان انا اقطعه. طبعا انا عايزة احاول على قد ما اقدر ان انا اقطعه قطع صغيرة جدا على اساس انه يكون فعاليته تكون كويسة، مش عايزة قطع كبيرة، يعني على قد ما تقدري افرميه، افرميه وقطعيه قطع صغيرة جدا جدا. ريحته حلوة جدا جدا، بيدي طعم حلو قوي قوي لأي حاجة بتضاف له. هنبدأ ان احنا نقطعه كده قطع، زي ما قلت تحاولي ان انت تفرميه على قد ما تقدري تفرميه. وهنبدأ برضو نحطه معايا هنا في البرطمان بتاعي بالشكل ده كده.
وهنبدأ ان احنا ننزل عليهم بمية تكون سخنة، يعني تكوني غليتيها في الكتل بس سبتيها 5 دقايق تهدى، وبعدين هننزل على المكونات. مش بعد ما تغلي على طول تحطي المية، لا انا عايزة تحطي المية بعد ما تهدى شوية، ما ينفعش ننزل عليها وهي اول ما تغلي على طول ننزل عليها، لا احنا هنسيبها تغلي في الكتل وبعد كده هنبدأ ان احنا ننزل عليها بعد 5 دقايق من غليانها. تمام. طيب احنا هنضيف دلوقتي بقى مكون حلو جدا جدا، المكون ده لما بيضاف على المشروب بتاعي ده بيزلك اي مشاكل. لو انت عندك بتعاني دايما من انتفاخات او غازات، بتعاني دايما من انتفاخات في القولون العصبي، كمان عندك مشاكل في المعدة، كمان هو ملك التخسيس وحرق الدهون في منطقة البطن، والمكون السحري ده هنضيفه للمكونات دي هيديها فعالية رهيبة. كمان ملوش تأثير خالص على الناس اللي بتعاني من الالتهاب في المعدة او مشاكل في حرقة المعدة او عندها حموضة في المعدة. المكون الجميل ده، المكون الرهيب ده، وهو الكمون او حبة الكمون، ومش عارفة ليه اسامي تانية ولا لأ، برضو اكتبوا في الكومنتات عشان اخواتنا يعرفوا. برضو الكمون يا بنات من الحاجات طبعا انتوا يعني هو ملك التخسيس. هبدأ اخد معلقة من الكمون، وده طبعا زي ما قلت هيديكي فعالية حلوة قوي قوي للوصفة. هنقلب الكمون مع المكونات بتاعتي دي. تمام. وهنبدأ ان احنا نغطي المشروب بتاعنا ده. تمام. هتغطيه وهتسيبيه متغطي لمدة 2 3 ساعات. انا عايزاكي تسيبيه اطول فترة ممكنة هو متغطي. ليه؟ علشان لما يتغطى ويتسب المكونات بتاعتنا بتبدا ان هي نستفيد منها اكتر. بعد ما هتسيبيه 2 3 ساعات متغطي كده، هتبداي ان انت يعني انت ممكن تعمليه مثلا من بالليل لحد الصبح وتبداي تشربيه، بس هو بيشرب دافي للاسف. فلو انت مثلا دافي درجه حراره المطبخ ما يكونش ساقع، يعني ما ينفعش ان انا احطه في الثلاجه واطلع اشربه على طول. تمام. هتبداي ان انت تصفيه. تمام. بعد ما تسيبيه يعني اقل حاجه تسيبيه فيها ساعه لو مستعجله عليه، اشربيه دافي. هتبداي ان انت تصفي المشروب بتاعك، وهتبداي ان انت تاخديه هتشربي كوبايتين، او هتقسمي اللتر ده على قسمين، قسم اول ما نصحى من النوم هنشرب هندفي كوبايه. طبعا ممكن تركني اللتر بتاعك وتحطيه في الثلاجه، بس لما تطلعيه دفيه شويه وبعدين تشربيه، او ممكن تسيبيه يعني بره الثلاجه شويه يدفى وبعد كده تبداي ان انت تشربيه. هتشربيه كوب قبل ما تنامي على طول، وكوب اول ما تصحي من النوم. مش هتقدري تشربيه على الريق، يبقى استكفي بكوب واحد قبل ما تنامي. اهم حاجة ان انت تشربي كمية كويسة من المية معاه، يعني مثلا انا شربت كوباية قبل ما انام، هشرب بعديها كوبايتين من المية، علشان المية مع المكونات ديت هتبدأ ان هي تشتغل معاكي، فهتصحي الصبح تلاقي بطنك بدأت تشتغل، فهتلاقي نفسك بتدخلي الحمام اكتر من مرة، علشان المكون ده بينزل الدهون عن طريق الاخراج. تمام. طيب هنستمر عليه قد ايه؟ هتستمر عليه لحد ما توصلي لنتيجتك المطلوبة، وده مش انا اللي هحكم فيه، انت هتقدري ان انت تعرفي نفسك. كل واحد فينا ممكن يتقبل وصفة، ممكن ما يتقبلش وصفة، ممكن وصفة تجيب معاه، ممكن وصفة ما تجيبش معاكي، على حسب نسبة حرق جسمك، على حسب قبول جسمك للوصفة. بس الوصفة دي ملهاش اي اثار جانبية ومفيدة جدا جدا لجميع الناس. طيب بالنسبة لشد الترهلات، كل اللي عليكي ان انت هتجيبي معلقة من القهوة، معلقة من الفازلين او كريم مرطب، ومعلقة من زيت الزيتون. هنخلطهم على بعض ونبدأ ان احنا ندهن بيهم اي مكان وتراحل عندنا، وهنسيبه لمدة ساعة كاملة، سواء بقى قبل ما ننام، سواء بالليل، بالنهار، اي وقت خالص. اشوفكم على خير والسلام عليكم.